وفاة أقصر رجل في العالم. توفي أقصر رجل قادر على المشي في العالم عن عمر ناهز 27 عاما حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مستشفى بنيبال خاجندار ثابا ماغار الذي كان يبلغ طوله 67.8 سنتيمتر. أصيب بالتهاب رئوي في مستشفى في بخارى الواقع على بعد 200 كيلومتر من كاتماندو. وكان خاجندار ثابا ماغار يعيش مع والديه قبل دخوله المستشفى. وقال شقيقه ماهيش ثابا ماغار: لقد دخل المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ثم غادرها، لكن هذه المرة تأثر قلبه أيضا بالالتهاب ليفارق الحياة. الله يرحمه. الله يرحمه. أقصى رجل، يعني تخيلوا أنه أنتو كان طوله 67 سنتيمتر، يعني نص متر، مو هي تقريبا شوي أكثر من نص، من نص متر. وهو يمكن أختير أقصى رجل يمشي، يعني كان استطاعت المشي ممارسة حياته، لكن يعني بسبب المرض الالتهاب الرئوي فارق الحياة. شوف، هو النقطة انه بسبب الالتهاب الرئوي توفى، يعني مو بسبب مثلا قصور قامة لا 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 هذه الامور. يعني اليوم من ينولد مثلا طفل بهيجي صفات، راح الدكاترة يقولون لأهله انه ما راح يقدر يعيش مدة طويلة وراح يتوفى وكل هذه الامور. بس يعني اذا نشوفه اليوم انه هو مات بسبب مرض ثاني ما له علاقة بطوله او اكيد احنا السلام عليكم أشخاص، بس مرات يقول لك لا هو بالعمر ولا هو بالقصر أو الطول. سبحان الله تعالى، يعني واحدة دائما يكون كل واحد بيوم إذا كان شاب أو كبير. فالعافية والصحة لكل متابعينا. هي القضية هنا، يمكن إذا أريد نتكلم فنتكلم عن قضية المستشفيات والاهتمام بالمرضى، وأنه أحيانا رغم تطور الطب ورغم استحداث العديد من العلاجات اللي موجوده اللي تحتاجها البشريه، لكن يكون الطب ايضا عاجز عن علاج بعض الحالات اللي ممكن تدهور، ممكن يكون تشخيصها صحب او يكون تشخيصها خاطئ. لهذا دائما نقول انه مهنه الطب مهنه الثانية، عليك انه تتعامل بشكل صحيح، انه تحترم القسم اللي اديته انت بتخرجك، تعرف أهمية التعامل مع الناس، الناس أيضا بالمقابل. يعني دائما أنه إحنا نأخذ موضوعا الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية اللي موجودة في هذا البلد. صح، أتفق وياكم تماما أن هناك الكثير من السلبيات في عمل بعض الأطباء، ما نريد نعمم، لأنه لا زال هناك أطباء مخلصين يساعدون الناس، يعني يقدرون عملهم، يعرفون شنو المسؤولية المقاطعة على عاتقهم.